عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا حديث عظيم جدا يبين حقيقة الدنيا، والدنيا ليس لها قيمة. وينبغي علينا أن نعرف حقيقة الدنيا. أولا أننا وجدنا في هذه الدنيا الاختبار، ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا ليس الاستمتاع وليس لشيء إلا أن يختبرنا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. وبعض الناس يعيش في الدنيا ربنا ليس في حساباته أبدا، واليوم الآخر مش في حساباته، عايش في الدنيا. طبعا دي كارثة جدا. فينبغي الإنسان أن يعلم أول حاجة بقى في تقييم هذه الدنيا إنها ليس لها قيمة، وأننا وجدنا في هذه الدنيا الاختبار. الأمر التالي أن الدنيا ليس لها قيمة. ما قيمة الدنيا؟ قيمتها ضئيلة جدا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما رجع. يعني لو واحد حط صبعه في المية ويقارن هذا البلل الذي في أصبعه مع هذا البحر، ليس لها قيمة الحقيقة. بعض الناس لا يفكر في الآخرة ولا يفكر في الحساب تماما، والدلع أنها ليس لها قيمة أنها سريعة الانقضاء. يقول ربنا عز وجل في شأن المجرمين الذين دخلوا في النار، يقول سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. يعني الحياة الطويلة اللي عاشوها دي ساعة واحدة بس، والدنيا زائلة لمحالة. يعني لو بقيت لأحد لبقيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم نرى إنسان كده مثلا طفرة كده قاعد آلاف السنين. طبعا كله أكيد سيموت. وربنا عز وجل يقول في شأن هؤلاء التائهين البعيدين عن الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. كلا، الملائكة تقول: لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وليعلم أيضا أنهم محاسب على كل كبيرة وصغيرة. يقول ربنا عز وجل يوم القيامة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه حقيقة الدنيا التي يتهالك الناس عليها. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.